حبايبي اهلا وسهلا بيكم في قناتي واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الصدر المربع والصدر المربع ده انا مش عملاه لوحده انا عملاه مفروض ان هو الجاكيت بغرزه جميله جدا كنت عملت الجيبه بتاعته من مده صدر المربع ده عملاه بطريقه سهله جدا 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 والشرح بالتفصيل موجود في الفيديو إيه ودايما بحب حبايبي اقول لكم حتى لو طفل صغير حديث الولاده انا مش بحب ابدا حته ناخد مقاسات قد ايه وكده او عدد الغرز نبتديه ازاي لا احنا لو الطفل موجود معايا بيبقى حلو قوي ان انا اقيس عليه إيه وبعدين إيه بالسنتيمتر دايما انا ماشيه بالسنتيمترات مش بحب ابدا عدد الغرز يبقى محفوظ لانه الاطفال حتى وهم صغيرين مش بيبقوا في اجسام بعض يعني جسمهم مش زي بعض في جسم ما شاء الله بيتولد قلبوس كده ومربرب شويه وفي طفل بيبقى رفيع جدا جدا وكل حاجه بتبقى باينه وانها واسعه عليه واحنا بنعمل الحاجه بايدينا ما دام بنعملها بايدينا فنحب يبقى المقاس يبقى حلو قوي على اولادنا فعشان كده بناخد المقاسات وانا شرح لحضرتك الطريقه بالظبط وفي نفس الوقت هقول لحضرتك المقاس الإستندر ده عدد غرزه قد ايه او مقاساته قد ايه لكن يفضل دايما ان حضرتك تاخدي المقاسات بالمزورة المزورة بالنسبة لي اهم عنصر واهم اداة موجودة في شغلي اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وتشوفوا الخطوات بالتفصيل واستنوا مني الجاكيت الجميل اللي هنعمله هنو... مع بعض للأطفال في سن ممكن نعمل الطريقة لأي سن على فكرة مختلف المقاسات مش شرط نتأيد بحاجة واحدة لما بنعرف الطريقة بنعمل للصغير وبنعمل للكبير بنعمل للولد وبنعمل للبنت ونعمل اللي احنا عايزين يلا بينا نشوف مع بعض الفيديو ونشوف الطريقة اول حاجة هبتدي بيها اللي هو الصدر بتاع الجاكيت او الفستان وهستخدم فيه اللونين بتوع الجيبة نفسها عشان يبقى طقم على بعضه فمعايا الابيض ومعايا الروز الداكن ده وانا هشتغل بخيط اليزيه ممكن حضرتك تشتغلي باي خيط اي خيط يحلو ليكي بس عشان يبقى طفل هيتغسل له الهدوم دي كتير فنستخدم خيط ما يكونش فيه وبرة يكون جيد عشان كثرة الاستعمال وكثرة الغسيل فده اول حاجة هستخدمها الخيط حاجة تانية ودي بكررها دايما في كل فيديوهاتي انه انا بحب قوي القياسات اللي بالمزورة لان بيختلف سمك الخيط بيختلف سمك الابره بيختلف الايد نفسها في الشغل في ايد بترخي وفي ايد بتشد بيختلف كمان طفل لطفل يكون في نفس السن حتى لو في الاطفال الصغيرين هستخدم كمان المقص هستخدم اربعه ماركر عشان العلامات وهستخدم ابره كروشيه مناسبه للخيط كل خيط بيبقى له ابره مناسبه للشغل بيه فدي الادوات اللي انا هستخدمها دلوقتي وهنبتدي مع بعض نشوف نعمل الصدر ده ازاي هبتدي اوضح الاول ازاي احنا بنعمل الصدر المربع يبقى تقسيم الصدر المربع سواء بقى للاطفال او الكبار وانا هقول طريقة واحدة النهاردة ومرة تانية او فى فيديو تانى هشرح الطريقة التانية اتفقنا ان عدد السلاسل اللى انا هعملها تساوى دوران الرقبة عشان كده يلزم ان حضرتك تاخدى دوران رقبة الطفل بس ما تكونش دوران الرقبة المقاس اللى حضرتك هتاخديه يبقى على قد الرقبة بالظبط لا هنخليه مريح شوية وكمان بما انه طفل فهنعمل له فتحة اما من قدام واما من ورا انا في النموذج اللي انا هعمله هعمل الفتحة من قدام يبقى اتفقنا المقياس بتاعنا عدد السلاسل هتتحسب ازاي هتتحسب بالظبط على دوران الرقبة ودوران الرقبة هيبقى مريح طب دوران الرقبة لطفلة عمرها 3 شهور يبقى دوران الرقبة بيساوي 23 سنتي يبقى أنا هعمل سلسلة عدد الغرز بتاعتها في النهاية بعد ما خلصها يساوي 23 سنتي بس أنا عندي شرط لازم أطبقه في الموضوع ده إيه هو الشرط؟ إن عدد السلاسل اللي طلعتها وتساوي 23 سنتي لازم تقبل القسمة على أربعة طب نفترض طلعت اقل واحد او اقل اتنين او اكتر واحد او اكتر اتنين لازم اكملهم بحيث يبقى العدد النهائي يقبل الاسم على اربعه يعني مثلا كانت زايده واحد هل انا لو نقصت الواحد ده هيحصل حاجه لا ما انا كده كده عامله دوران الرقبه مريح يبقى شيل الواحد طيب هي زياده ثلاثه هل التلاتة شيلهم او ازود عليهم واحد يعني دي الرينج ده هيبقى تبع حضرتك ايهما افضل هل ازود اكمل الاربع غرز ولا نقص بحيث ان يبقى العدد يقبل الاسم على اربعة يعني مضاعفات العدد اربعة لازم تبقى موجودة معايا سواء انا هزود غرز على السلسلة بتاعتي اللي هي بتساوي 23 سنتي او هنقص غرز مش هتفرق في غرزة ولا اتنين ولا ثلاثة ولا حتى اربعة مش هتفرق يبقى دوران الرقبة هنعمل عدد غرز يساوي 23 وعشرين سنتي بس في نفس الوقت يقبل القسمة على أربعة، طب نفترض قسمت عدد الغرز اللي طلع على أربعة وطلع المقدار معايا بيساوي إكس، X. إكس X غرزة، هقسم الإكس غرزة دي إزاي؟ هعمل الخلف طبعًا ده صدر مربع، مربع يعني الأضلاع كلها تبقى قد بعضها، يبقى أنا عندي الخلف هيبقى قيمته إكس. الكم الأولاني قيمته إكس، الكم التاني قيمته إكس، الخلف كله على بعضه قيمته إكس، يبقى أنا هعمل فتحة، أه سوري ده الأمام، هعمل فتحة في الأمام يعني هقسمه نصين، يبقى هيبقى نص إكس في الجزء الأولاني ونص إكس في الجزء الثاني فأنا دلوقتي هبتدي أعمل إيه؟ لو حبيتوا حضراتكم تاخدوا الجزء ده سكرين شوت بحيث ترجعوا بعد ما نخلص أو قبل ما نخلص أو حضرتك وبتشتغلي. دلوقتي انا هعمل سلسله طولها 23 سنتي لان هعمل الفستان او الجاكيت لطفله عمرها 3 شهور فهعمل سلسله طولها 23 سم هبتدي اول حاجه هعمل غرزه البدايه انا مستخدمه ابره رقم 3 دي مناسبه للخيط بتاعي وبعدين هبتدي اعمل اول حاجه غرزه البدايه انا مش بحسبها معايا في العدد وبعدين هبتدي أعد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهكمل لغاية ما يبقى عندي طول السلسلة تلاتة وعشرين سنتي عملت السلسلة طلعت معايا أربعة وأربعين غرزة والأربعة وأربعين غرزة بالظبط تلاتة وعشرين سنتي بالظبط تلاتة وعشرين سنتي يبقى هي طلعت معايا بالظبط كده تلاتة وعشرين سنتي طلعوا أربعة وأربعين غرزة والأربعة وأربعين غرزة يقبلوا القسمة على يقبلوا القسمة على أربعة بس الناتج هيبقى كام؟ الناتج هيبقى حداشر أنا مش عايزة الناتج يبقى عدد فردي طب أزود عليهم أربعة يبقوا الأربعة وأربعين دول تمانية وأربعين تمانية وأربعين على الأربعة فيها ال يبقى أنا هزود هنا أربعة الأربعة دي مش هتفرق معايا الأربعة دي بس هتخليه خارج القسمة يبقى كله زوجي مش هيبقى فردي فأنا هزود دلوقتي أربع غرز عشان الأربعة وأربعين اللي اتقسمت على 4 وطلعوا 11 لا انا هخليهم 48 ويطلعوا 12 فهزود 1 2 3 4 لاحظي حضرتك ان انا ما بشدش الغرزه معايا طيب انا اكتفي كده بال 48 غرزه اللي انا عملتهم دول لا طب امال هعمل ايه المربع ده مش هيفضل طول الوقت بنفس عدد الغرز بتاعته اللي هي ال 48 اللي عملته الحجم ده ده في البداية بس اللي هو على قد الرقبة لازم هيزيد بعد كده طب فين منطقة الزيادة أو فين مناطق الزيادة اللي أنا هزود فيها عشان المربع ده يكبر معايا وينزل لغاية الصدر ده هو ده يدوب دوب كده اللي هي الحلقة بتاعت الرقبة فهبتدي أزود غرزة هنا وأزود غرزة هنا وازود غرزه هنا وازود غرزه هنا يبقى انا زودت اربع غرز للاربع اركان شوفوا انا ماشيه معاكم خطوه خطوه يبقى هنا الاربع اركان دول هزود في كل ركن غرزه دول ما دعوه خالص بال 48 غرزه اللي انا عملتهم يبقى انا عملت ايه عملت واربعين غرزه أه هقسمهم على اربعه هيدوني 12 غرزة يبقى العدد هنا هيبقى, هنا هيبقى 12 هنا هيبقى 12 هنا هيبقى 12 هنا هيبقى 6 وهنا هيبقى 6 ال 12 كده برضو نكتبها كده 12 12 6 6 بالطريقة دي يبقى 48 على 4 بيساوي 12 نقول كده تمنيه واربعين على اربعه يساوي اتناشر طيب انا هاخد بقى التمنيه واربعين غرزه دول واجمع عليهم زائد اربعه دي الزياده بتاعه الاركان يساوي كام يساوي اتنين وخمسين غرزه يبقى انا هزود دلوقتي أربع غرز مع التمانية وأربعين يدوني كام؟ يدوني اتنين وخمسين غرزة، فاهمين الفكرة؟ وهشرحها دلوقتي تاني واحنا بنشتغل، يبقى أنا هرجع أزود تاني أربع غرز للزيادة بتاعة الأركان؛ واحد اتنين تلاتة أربعة، وكده يبقى خلصت السلسلة كلها، هبتدي أعمل إيه؟ احط الماركر قبل ما اشتغل احنا هنا الجزء بتاع الامام الاولاني سته وبعدين اتناشر وبعدين اتناشر وبعدين اتناشر, وبعدين اتناشر هنا وبعدين سته فانا لما اعمل سته الاولانيين هحط ماركر اللي هو بتاعت علامه الزياده والاتناشر اللي بعدهم هحط ماركر في الغرزه الزياده وبعدين اتناشر هحط ماركر في الغرزة الزيادة، وبعدين اتناشر هحط ماركر في الغرزة الزيادة، فاهمين هعمل إيه؟ فأنا دلوقتي هبتدي من بداية السلسلة اللي هي من عند النص بتاع الأمام، فهعد كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، في الغرزة رقم سبعة هحط الماركر، الغرزة رقم سبعة دي دي غرزة زيادة. ملهاش دعوة لا باللي قبلها ولا باللي بعدها، بعد كده هعد اتناشر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11, اتناشر، في الغرزة رقم تلتاشر اللي هي الغرزة الزيادة هحط ماركر، هرجع أعد اتناشر تاني. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر أحداشر اتناشر وفي الغرزة رقم تلتاشر هحط الماركر يبقى عملت الأول ستة وبعدين اتناشر بتاعت الكم وبعدين اتناشر بتاعت الأمام لسه كمان في الاتناشر بتاعت الكم التاني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداشر اتناشر وفي الغرزة رقم تلاتاشر اللي هي الزيادة هحط الماركر يبقى المفروض اللي باقي عندي كام يبقى المفروض الباقي عندي ستة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة مظبوط كده طيب هرتفع بس اتنين سلسلة عشان ابتدي اشتغل اللي الارتفاع بتاع السطر بتاع اول غرز اول سطر بقى هعمله هرتفع اتنين سلسله واحد اتنين الاتنين اللي ارتفعت بيهم مع الغرزه الثالثه يمثلوا عمود وبعدين اعمل تاني عمود في الغرزه رقم اربعه واحد اتنين تلاته في الغرزه رقم اربعه اهي هبتدي اعمل تاني عمود يبقى الاتنين سلسلة مع اول سلسلة كنت عاملاها عملوا عمود وكده اشتغلت العمود رقم اتنين وبعدين العمود رقم ثلاثة بشتغل في الفتلة اللي تحت رقم اربعة رقم خمسة رقم ستة، يبقى اشتغلت كده ستة عمود، الس... الاتنين سلسلة اللي ارتفعت بيهم مع أول سلسلة عملوا عمود، وبعدين اشتغلت خمسة عمود فبقى عندي ستة عمود، نيجي بقى للغرزة اللي هي بتاعة الماركر، هشيل الماركر ودي غرزة أول زيادة هعملها، هدخل في الغرزة وهعمل عمود اتنين سلسلة وفي نفس الغرزة هعمل عمود تاني ودي أول زيادة عملتها بتحدد لي الجزء الأولاني بتاع نص الأمان شوفوا عملت فراغ ازاي وده اللي أنا هشتغل فيه بعد كده هكمل وأعمل ال غرزة اللي بعد كده واحد هكمل بقى لغاية الماركر التاني أكون عملت اتناشر غرزة، كده اثنين تلاتة أربعة، خلصت كده اتناشر غرزة اللي هما بتوع الكم الأولاني، أنا مش بعد الغرزة دي لأنها الغرزة بتاعت حرف v اللي هي بتاعت الزيادة. فبعد من بعدها اسيب الغرزة بتاعت الزيادة دي وعد من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر وهاجي الغرزة الزيادة اللي هي بتاعت الماركر اللي هي لوحدها دي هعمل عمود اتنين سلسلة وعمود في نفس المكان ويبقى عملت الزاوية رقم اتنين كده أنا هبتدي أشتغل في الجزء بتاع الخلف وهعمل اتناشر عمود برضو في الخلف ما بعدش الغرزة دي لأن دي بتاعة حرف V بتاعة الغرزة الزيادة هدخل هنا وأعد واحد والغرزه اللي بعدها اثنين ثلاثه اربعه خلصت الاثنى عشر بتوع الخلف ووصلت لغرزه الماركر هشيل الماركر واعمل برضو الزياده الماركر مش هستخدمه غير هنا بس في السطر الاولاني وهعمل غرزة عمود اتنين سلسلة وغرزة عمود في نفس الغرزة وبعدين اطلع بقى الناحية التانية انا كده عملت الكم الاولاني وعملت الامام هروح للكم التاني واعمل برضو اتناشر غرزة عمود واحد اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وصلت للجزء الأخير، خلّصت الاتناشر بتوع الكم التاني، هشيل الماركر، وبعدين أعمل الزيادة الأخيرة. السطر ده هعمل عمود اتنين سلسلة وعمود في نفس الغرزة وبعدين اكمل بقية الغرز هيبقوا ستة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة ويبقى كده خلصت السطر الأولاني اللي هو فيه التقسيمة ومش هرجع تاني أحط الماركر هنبتدي السطر رقم اتنين فهرتفع ثلاثة سلسلة بس قبل ما ابتدي السطر هنا عايزين نقول برضو ملحوظة، أنا كنت بادية ستة واتناشر 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 وستة، بعد ما عملت الأركان ديت اللي هي الزيادات دي، الستة هنا بقت سبعة، والاتناشر هنا بقت أربعتاشر لأني زودت لها غرزة من هنا ومن هنا، والاتناشر دي بقت أربعتاشر، زودت لها غرزة من هنا ومن هنا. وال12 دي بقت 14 بنفس الطريقة وال6 دي بقت 7 يعني في نفس السطر الأولاني بتاع البداية أنا عملت الزيادات فأصبح بدل ما يبقوا 6 و12 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 و6 بقوا كام؟ بقوا 7 و14 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 و7 السطر اللي بعد كده هرتفع 3 سلسلة 1 اتنين تلاته هنيجي نشتغل بقى عدد الغرز كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعة السبعة اللي هم كانوا زيادة بقى طب هدخل جوه الفراغ واعمل الغرزة الزيادة رقم تمانية يبقى في السطر ده بقت تمنية، وبعدين اتنين سلسلة وبعدين هعمل عمود وبعدين ابتدي اشتغل على ال 12 التانيين برضو هيبقوا أربعة ال ال بقى هيبقوا ستاشر. يعني في كل مره في كل سطر بزود غرزه في الناحية دي وغرزة في الناحية التانية، عشان كده الزيادة بتتم مش في اتجاه واحد وإلا تبقى ملوحة، الزيادة بتتم في الاتنين، في الناحيتين على الحرف ده وعلى الحرف ده، وبعد ما أخلص الجزء ده هعدّه مع حضراتكم ونشوف بقوم كام، إحنا باجيين ستة اتناشر 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 ستة، السطر الأولاني بقوم سبعة أربعتاشر 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 سبعة. هنشوف السطر ده هيبقوا كام، وهكذا بقى بقية الأسطر، هبتدي أدخل الفراغ وأعمل الزيادة اللي هي عمود. واتنين سلسلة وعمود، تعالوا نعد بقى مع بعض الأربعتاشر بقوم كام؟ هما كانوا اتناشر وبعدين أربعتاشر، شوفوا بقى هنا هيبقوا كام؟ اتنين أربعة ستة تمانية عشرة اتناشر أربعتاشر ستاشر، يبقى ابتديت الأول اتناشر بس في أول سطر عملته بقوا أربعتاشر لأني زودت واحد هنا وواحد هنا. ال 14 بقوا 16 زودت واحد هنا واحد هنا هنمشي بنفس الطريقه دي اكمل السطر كله وبعدين هرجع لكم بعد ما يخلص السطر عشان ادخل اللون التاني حبايبي وكده خلصت السطر آه رقم اتنين والزياده ابتدت تبان وده بيبقى التقسيم وطبعا هشتغل لغايه ما نوصل لطول الصدر المناسب انا دلوقتي هدخل اللون التاني وهنلعب وحن... باللون التاني في الجاكيت كله وهنشوف مع بعض واحنا بنشتغل هنعمل ايه هنا لسه هنعمل الغرزه الاخيره هدخل في السلسله رقم ثلاثه اللي انا كنت عاملاها واسحب الخيط وبعدين اسحب غرزتين بس من على الابره واسيب غرزتين والغرزتين التانيين هسحبهم باللون التاني يبقى أنا دخلت اللون التاني في بداية السطر الثالث لأنه نهاية السطر التاني منتهية باللون الأبيض أهي، واخدين بالكو؟ وبعدين هبتدي أعمل سلسلة أول سلسلة وهاخد الخيط الأولاني معايا بس للتثبيت وبعدين أعمل السلسلة رقم اتنين والسلسلة رقم ثلاثة وأبتدي أشتغل بقى ألف الشغل وأشتغل باللون الجديد، الغرزة الأولانية التلات سلاسل. تحتهم الغرزة الأولانية دي، فأنا خلاص كده مش هشتغل فوقيها، وبعدين أدخل في الغرزة التانية، وأشتغل عادي خالص زي ما إحنا شغالين، لغاية ما أوصل للركنة. طبعا الغرز هنا عددها بيزيد عشان الزيادة اللي بعملها في الأربع أركان، خلصت كده الجزء الأولاني اللي هو نص الأمام، وبعدين هدخل في الفراغ، الفراغ بيبقى باين خالص وواضح، بدخل داخل الفراغ وأعمل غرزة عمود اتنين سلسلة وغرزة عمود. وبعدين فوق كل غرزة ببتدي أعمل غرزة عمود لغاية الركنة اللي بعدها وهكذا لغاية ما أخلص السطر كله بنفس اللون ده هشتغل وأكمل السطر كله بنفس الطريقة دي خلصت السطر الثالث اللي هو السطر الأول باللون الروز وهعمل آخر غرزة آخر غرزة ما ننسهاش اللي هي في الثلاث سلاسل اللي كنت بادية بيهم السطر فبشتغل في الغرزة رقم ثلاثة بدخل وبعمل عمود لانه لو نسيتها ببوظ الشغل كله وبعدين هبتدي اعمل ثلاثة سلسلة ارتفاع السطر الجديد وبعدين الف الشغل واشتغل برضو السطر عادي خالص ومنساش غرز الزيادة اللي موجودة في الاركان او اللي بعملها في الاركان وبرضو منساش الغرزة اللي هي اول علامة الفي او حرف الفي وبعدين هدخل جوه الفراغ واعمل غرزة عمود دي سلسلة وغرزة عمود في الفراغ ومنساش اول غرزة اهي اشتغل فيها واكمل السطر كله بنفس الطريقة ونشوف في نهاية السطر هنعمل ايه خلصت كده السطرين اللي هما باللون المختلف وانا خلاص هقطع اللون ده لان هكمل بقيه الجزء ده بالابيض بس هنبتدي ناخد الابيض ازاي انا هنا هنهي اخر غرزه زي ما اتفقنا ازاي بندخل اللون الجديد هدخل في السلسله رقم ثلاثه واسحب الخيط وبعدين سحبت غرزتين وسبت غرزتين على الابره أنا الخيط الأبيض ما قطعتوش، فهاخده من تحت كده من غير ما أشده، وأبتدي أسحب بيه فتلتين اللي هما بالروز، يبقى أنا ختمت السطر التاني باللون الروز، وهبتدي السطر اللي بعدهم باللون الأبيض، وهنا أنا هقص اللون الروز مش عايزاه، لأني هكمل الجزء ده بالأبيض، وبعدين أرتفع ثلاثة سلسلة. للسطر الجديد والف الشغل كل الخيوط دي هثبتها بعد كده وبعدين ادخل بقى واعمل اشتغل عادي خالص باللون الابيض بنفس الطريقه اللي اتعودنا عليها فكل فوق كل غرزه عمود عمود وبيزيد معايا العدد بتاع الغرز لغاية ما أوصل للفراغ وأبتدي أعمل الزيادة بتاعت السطر الجديد، أعمل جوة الفراغ غرزة عمود اتنين سلسلة وغرزة عمود، وبعدين أبتدي أطلع بقى وأشتغل فوق كل غرزة عمود عمود لغاية ما أخلص طول الصدر بقى اللي أنا عايزاه. فأنا هخلص الطول المناسب بسن تلات شهور وهنقوله مع بعض لما نيجي ونقيسه مع بعض، باين قوي بقى أنا دخلت اللون الأبيض خلاص وهكمل باللون الأبيض لغاية ما نخلص طول السدر المناسب، حبايبي وكده خلصت الصدر المربع اللي هو صدر الجاكيت. ووصلت للطول اللي انا عايزاه ووصلت كمان لدوران الصدر اللي انا عايزاه يعني لو جينا قسنا من الركنه دي للركنه دي لسن ثلاث تل... تل... شهور هيبقى ثلاثه و... وعشرين سنتي ويفضل ان انا اقيسها من الظهر علشان ده مقفول الصدر بيبقى الامام مفتوح فانا لو قستها من الزاويه دي للزاويه دي 23 سنتي وده معقول قوي لسن 3 شهور ودلوقتي هنبتدي نعمل الاكمام يعني نحدد الاكمام طيب هنحدد الاكمام ازاي انا ابتديت اول السطر عشان ما اطولش عليكم الفيديو ابتديت اول السطر وعلى فكره طبعا احنا عارفين ان في زيادات فالزياده هنا اللي انا وصلت لها احنا كنا بادئين من ست غرز واول سطر عملت فيه سبعه لانه اول سطر عملت فيه زياده اخر سطر ده انا ما عملتش فيه زياده فهيبقى عدد الغرز اللي فيه قد عدد الغرز اللي تحت هنا فانا عملت كام غرزه عدد الغرز اللي انا زودتها هتبقى بعدد السطور هنا كان فيه سبع غرز تمانية تسعه عشره احداشر اتناشر عشر ثلاثه عشر اربعه عشر خمسه عشر سته عشر ثمانيه عشر عشرين واحد وعشرين طب السطر ده لا السطر ده انا مش هعمل فيه زياده لاني خلاص هحدد فيه الأكمام يبقى عدد الغرز هنا ثلاثه وعشرين اللي هو في نص الامام الكم الأولاني عدد الغرز هنا طبعا السطر ده زي السطر ده هيبقوا ستة وأربعين وهنا برضو عدد الغرز ستة وأربعين في الخلف وفي الكم التاني عدد الغرز ستة وأربعين وفي نص الأمام الأخير اللي هو التاني ده كانوا تلاتة وعشرين فأنا دلوقتي هحدد الأكمام فاشتغلت السطر ده خلاص الأخير من غير زيادة اللي هما التلاتة وعشرين غرزة وبعدين هبتدي ادخل في الزاويه او في الفراغ هنا بس انا مش هعمل الغرزه هنا شايفين الزاويه دي في زاويه اهي الزاويه الاولانيه دخلت فيها والزاويه الثانيه اهي فهدخل في الزاويه الثانيه واخد الغرزه في الاثنين يعني هدخل هنا وهطلع وهطلع هنا وهعمل العمود بالطريقه دي ويبقى انا حددت الكم الاولاني اهو وخلصته بعد كده هبتدي اشتغل عادي ما يعني بعملش زيادات ولا حاجه فهبتدي اشتغل فوق كل عمود غرزه عمود لغايه ما اوصل للركنه الثانيه وهعملها برضو ورا الكاميرا على اساس اني ما اضيعش وقت حضراتكم هشتغل لغايه الزاويه الثانيه وصلت للركنه رقم ثلاثة وخلصت الجزء بتاع الامام ومفروض دلوقتي هعمل الكم الثاني فانا هدخل في الزاويه المفروض ان انا كاني هسحب الخيط واعمل عمود بس انا مش هكمله انا هدخل في الركنه الاخيره واسحب الخيط منها وبعدين اسحبه من الركنه اللي قبلها واعمل العمود ويبقى بالطريقه دي عملت الكم رقم اتنين الكم التاني اهو الطريقة دي ده هيبقى شكل الكمين بالطريقة دي زي ما حضراتكم شايفين هكمل السطر بقى بنفس الطريقه اللي اشتغلت بيها لغاية آخر وبكده حبايبي نكون خلصنا الصدر المربع بتاع الجاكيت إن شاء الله لما نيجي نعمل الجاكيت المرة الجاية على طول هيبقى او الفيديو الجاي على طول آه, هيبقى من غير بقى الصدر المربع ويبقى وفرنا وقت ووفرنا مجهود آه, ان احنا كل مره نعمل الصدر المربع اتمنى يا رب الطريقه تكون عجبتكم واتمنى وتن... تنفذوها كمان الجاكيت لما يخلص باذن الله هيعجبكم جدا جدا آه, ميرسي حبايبي على دعمكم لقناتي وعلى اشتراكاتكم فيها ميرسي على كل كومنت حلوه لي بحبكم كلكم ثانك باي